باش نقولوا الصراحه الناس ما استفدوش من هذا الدعم، وحتى حتى لا بروسيدور باش تاخذ هذا الدعم ما بيناش، ما معروفش شكون اللي غادي يستافد من هذا الدعم. وخلي كاع اصحاب الفنادق، كاينين اصحاب الطاكسيات، كاينين اصحاب الكواتشه، كاينين المرشدين السياحيين، القطاع راه القطاع ديال السياحه راه متماسك، ما فيهش همو الفندق ولا الناس اللي خدامين في الفندق ولا الناس، خصهم يفتحوا لهم الحدود، عندهم مطلب واحد. الحمد لله هذا اوميكرون ما حنا تنشوفوا في اوروبا، تنشوفوا في كاع البلدان الطيارات محلولين، الناس يتحركوا بكل اريحيه. باقي ما فهمتش علاش الحاله باقي عندنا حنا بحال هكا في المغرب عامه، ومراكش راه مدينه سياحيه. هاد الناس هادو كلهم راه كلهم ناس ديال السياحه، وحتى شي واحد فيهم ما تيعرف يدير، كيعرفوا الناس كابرين في السياحه تيعرفوا يديروا السياحه، ما غاديش يمشي يخدم في البني ولا يخدم في شي حاجه اخرى، ولا السيد يلاه عنده 50 عام عاد يلاه بغى يعاود عاوتاني اوريونتا لحاجه اخرى، ما يمكن ليش. والناس راه عياو من هاد الحاله هادي، الناس بغاو يخدموا خصهم يخليهم يخدموا في اطار القانون، في اطار كل شيء، في اطار لي ريستريكسيون، في اطار اللي بغيتو، ولكن باش تقطع عليهم من الخط، تقطع عليهم الحدود، ما تيبان ليا ماشي هو هذا الحل.